الخنزير راه كيساهم هو براسو في الخلف ديال هاد الشجره هادي. يعني بالنسبه يعني الاسباب ديال اندثار شجر الاركان يعني والتدهور ديال المنظومات الايكولوجيه ديالو، حيث غالبا يتواجد يعني على شكل ماتورال يعني بكثافه ضئيله وتواجد يعني الاصناف المرافقه له من الداموسيات والسيد والطلح واصناف اخرى. هناك الرعي الجائر يعني حكم ان يعني نمط العيش اللي كان ديال الترحال ما بقاش يعني كيحترم الخصوصيات ديالو. هناك يعني الاكثار في يعني في رؤوس الجمال والاغنام والمعيز، فهذا ادى الى يعني الضغط الذي يباشره الانسان الانشطه البشريه، وكذلك القطع من اجل انتاج يعني الجمر ديال الاعلام بحكم ان عنده واحد لو بوفوار كالوريفيك امبورتون. كذلك هناك يعني العوامل الطبيعيه اللي هضرنا عليها، تتواجد في واحد يعني منظومه هشه اللي كتميز بهذا حساسه لظاهره التصحر، المناخ وقله التساقطات، توالي فترات الجفاف، يعني هذا كله يعني واحد اسباب اللي هي طبيعيه وكذلك انسانيه عبر الانشطه التي يقوم بها الانسان، كيؤدي الى تدهور المنظومات الايكولوجيه. الحد من هذه كنقوموا يعني عمليه خلف شجره الاركان عبر غرس المغروسات الجديده يعني بواحد الكثافه ديال اللي كتفوت الكثافه الطبيعيه 250 شتله للهكتار. يعني كنقوموا بتشجير مساحات كبيره انطلاقا من 50 هكتار الى 100 هكتار، وكنقوموا بالصيانه ديال هذه المغروسات يعني على فتره ديال 3 سنوات. تنقوموا يعني بغرس الشتائل اللي مات، وكذلك تنعوضوها وكنسقيوها وكنديروا لها يعني الاعمال الحرجيه ديالها. اللي تطهر في العام تقريبا واحد 1500 هكتار. باش عطاتنا اليونسكو الاعتراف بهذا التراث العالمي للانسانيه، باش نعطينا اليوم 5